تعالوا بقى نتكلم عن افضل لاعب في العالم. تفوق مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي على الارجنتيني ليونيل ميسي، طبعا نجم فريق برشلونه، وتوج بجائزه افضل لاعب في العالم اللي بتقدم من المنتدى الرقمي لقمه كره القدم العالميه، في حين توجت اللاعبه الدنماركيه بيرنيل هاردر لاعبه تشيلسي بجائزه افضل لاعبه في العالم بعد منافسه مع الاسبانيه جينيفر هيرموسو لاعبه برشلونه. هيتم تسليم الجوائز في اليوم الاخير من المنتدى الرقمي لقمه كره القدم العالميه، واللي سيعقد عن طريق الفيديو في الفترة ما بين 23 إلى 27 نوفمبر الجاري.